بني جردان. حاولات الضغط هجمة خطيرة. فريق بني جردان يضغط خلال اللحظات بشكل وممتاز. الحارس الحمياني الذي يحمي مرماه بشكل جيد. حمزة الحمياني الذي انتظر سنوات قبل أن تفتح له الفرصة من أجل حمل الرسمية مع فريق. نشاهد الآن اللاعب البرازيلي واللي كان وراء هذه التمريرة والتسديدة كانت قوية. سنتابع ضربة خطأ لصالح فريق نهضة بركان. عمر النمساوي كرة عالية والفحلي ممتاز بطريقة رائعة. الفحلي يسجل هذا الهدف الأول في حدود الدقيقة التاسعة. الفحلي بطريقة رائعة اصطاد الخطأ وتفوق على صديق المجري الذي كان يراقبه. ضربة خطأ جد مهمة لفريق نهضة بركان. عمر النفساوي سدد بالشكل جيد والفحلي انبر لها بطريقة بارعة. فريق نهضة بركان في هذا الديربي الذي اعتبره مغاربي ما حد كانت كتكون مباريات قوية، وكان غالبا فريق نهضة بركان كيتمكن من تحقيق التفوق والمرور، وبالتالي فهو مهاب الجانب امام الاندية التونسية. تابعوا الان هذه محاولة، فرصة هدف بالنسبة لفريق نهضة بركي التسجيل من خلال هذه المحاولة. إذا تابعوا الآن الفحلي يوسف اللي تمكن باش أنه يسجل الهدف الأول، وكان قريب من إضافة هدف ثاني كان خطأ. ذات لحظات من جانب فريق اتحاد بني جردان، ولكن تحول الآن لهجمة لفريق نهضة بركان تسديده. إذن سنتابع الإعادة لهذه المحاولة الأخيرة. إذا الدوري التمهيدي الدوري هذا هو ما قبل التمهيدي. نتابع الآن الفحلي، هذه محاولة لفريقين الفرق الوطنية التي تلعب على الشفاء العاجل بطبيعة الحال. سنتابع الآن هذه هجمة لفريق نهضة بركان ومحاولة محاولة لفريق نهضة بركان. إذا نتابع الآن هذه المحاولة دائما من خلال هذه المحاولة الأخيرة. تحول الآن لهجمة مضادة، هجمة مضادة. النمساوي كرة خطيرة جدا والبحث التسديد. ضغط خلال لحظات هذا هو الحارس علي العياري، ولكن على مجمل تقديرنا بطبيعة الحال لأداء الطرفين فوز مستحق إلى حدود هذه الدقيقة. ويمكن أقول بأنه هذه النتيجة بهذا الشكل، وبالتالي لاعب فريق نهضة بركان هجمة خطيرة خطيرة. بكرة الهلالي، بكرة الهلالي، بكرة الهلالي. سنتابع الإعادة، سنتابع الآن مرة أخرى هجمة لفريق نهضة بركان والهدف الثاني للحارس. نتابع كرة كانت صعبة صعبة.